أما بالنسبة لسؤال الست أم محمد، إن ليها أخ 24 سنة، كل ما يجي يخطب الجوازة أو الخطبة ما تتمش، وبيحصل الأمر ده كثيرا، فهم قلقانين عليه. يعني الإنسان أما بيتقدم لوحدة المفروض إنه بيستهل الأمر، إنه بنسأل عن الناس، بيصطحب ويستصحب الاستخارة في كل وقت، لأن الاستخارة دعاء استعانة، بستعن بالله سبحانه وتعالى وبسأل الله كما هو معلوم أن يعجل لي الخير ويصرف عني السوء. فالإنسان إحنا بقى بنتقدم وبنسأل وبندي نفسنا وقت نقعد ندرس اللي إحنا اتقدمنا لها دي، وهو كمان وهي كمان، هذا حقه وهذا حقها، وبندي نفسنا وقت. الدنيا ما الناس ما ارتاحتش مع بعض، خلاص مش لازم يبقى في حاجة معمولة، بس لسه نصيبه يعني لم يأذن الله سبحانه وتعالى له بعد. وأنا بعمل الاستخارة وبسأل وباخد بكل الأسباب، من جهة السؤال، من جهة أن أنا بدرسها وهي بتدرسني، زي ما النبي عليه الصلاة والسلام أمر الخاطب أنه يذهب ذلك الرجل الذي كان من الأنصار، وقال له اذهب فانظر إليها، فإنه أحرى أن يقدم بينكما، عشان يبقى فيه نوع من الحياة اللي فيها نوع من الاستلطاف، في ناحية عاطفية طيبة، في قبول مبدئي، في تناغم مع بعض. في ما قال له انظر إليها النبي عليه الصلاة والسلام، مش بينظر بس للشكل، نعم ينظر إلى الشكل وإلى الفكر، طريق يعني انظر إزاي بتتكلم، انظر إزاي بتفكر، انظر إزاي بتتعامل، وأنا على أساس الأمر ده يا بكمل يا بوقف الموضوع، وأسأل الله أنه يرزقني بخير منها ويرزقها بخير مني، المناسب ليها يرزقها بي والمناسب ليا يرزقني بي. وأدعو الله سبحانه وتعالى كذلك بدعاء سيدنا موسى عليه السلام، قولي لأخوك يدعو بهذا الدعاء: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. على طول فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، لجات له بقى النصيب بتاعه، فنسأل الله سبحانه وتعالى بالمفاتيح اللي ادهلنا في القرآن الكريم عشان الإنسان يستعملها ويفتح بها الأبواب المغلقة بأمر الله تعالى الحي القيوم. وإن شاء الله، ليه بقول ما نستعجلش، لابد أن يدرس عشان ما نجيش في نص الطريق يتعجل في أمر الاختيار، وده بنعاني منه لأنه نسب الطلاق زايدة وكترت جدا لسرعة الارتباط دون تروي ودون اختيار ودون تدقيق، ونيجي في نص الطريق بقى ويبقى في أولاد ونشرد الأسر. ما نستعجلش، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لأخيك دائما أبدا الخير حيث كان. اللهم أمين يا رب العالمين.